السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة إسرائيلية جديدة لمنظومة برامج التعليم الفني المطورة Technical Education 2.0 للتعليم الفني المبني على منهجية الجدارات. برحب بمعلمي وموجهي ومديري مدارس التعليم الفني بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات اللي هي حاليا 105 مدرسة، وإن شاء الله في المرحلة الجاية داخلة 300 مدرسة جديدة بإذن الله. فأنا برحب بكل المعلمين والموجهين اللي داخلين معانا إن شاء الله في 2021 2022 بالمرحلة الجديدة. أهلا وسهلا بيكم بقى في المنظومة، وهنبدأ مع بعضينا الحلقة ديت اللي يعتبر الحلقة الرابعة من سلسلة المناهج المبنية على منهجية الجدارات وخاصة بأعمال التحقق الداخلي الانترنال فيريفيكيشن. حضرتك انت بالبداية هتقيم بقى، وبعد كده ان شاء الله تكون محقق داخلي، بعدها تكون محقق خارجي. احنا اتكلمنا بقى على المقيم في الاول بقى وادواره، وكلمنا بقى ان شاء الله النهاردة على اعمال التحقق الخارجي. زي ما قلنا قبل كده، مين هو المحقق الخارجي، شروط اختياره ايه، ادواره ايه، هيشتغل ازاي، بيعمل ايه مع المقيم، دوره مع المقيم ايه، دوره مع مدير المدرسة ايه، دوره مع دي كلها حاجات احنا لازم نعرفها في منظومة الجدارات. الحاجات دي كلها مهمة جدا وحاجات تشغل بالنا، واسئلة بتجي لنا كتير واستفسارات. المحقق الداخلي في بداية التقييم هيعمل ايه، في نهاية التقييم هيعمل ايه، اثناء تنفيذ الوحدة دوره ايه، دوره مع مدير المدرسة ايه، اما الاستعداد لزياره التحقق الخارجي هيعمل ايه. دي كلها استفسارات شغله بالنا، بس ان شاء الله معانا مع بعض خطوه بخطوه نبدا نخش في اعمال التحقق الداخلي. في البدايه خالص عاوزين نعرف يعني ايه تحقق، اللي هو الفيريفيكيشن. التحقق خالص يا جماعه ده مع بعض كده عاوزين نبص للمفهوم بتاعه. دي عملية ضمان الجودة. الـ احنا عندنا الجودة، لو جينا نتكلم عنها ديت، بتكون في جودة مؤسسية وفي جودة برامج. الجودة المؤسسية اللي احنا شغالين بها حاليا مع نقاء، اللي هي بتيجي تعتمد المؤسسة ككل. اما الجودة اللي هي خاصة بالجودة اللي هي البرمجية، اللي هي او جودة البرامج دي، اللي هي الجزء منها هي اعمال التحقق. لان عندنا في الجوده اللي هي ايه اهم حاجه عندي، ايه اللي هو مخرج التعلم بتاعي، اللي هو الطالب الخريج لازم فعلا يكون عنده البراكتس اللي يقدر يشتغل بيها ويقدر يلتحق بيها بسوق العمل. فالتحقق دي او التحقق ده هو عمليه متابعات ممارسات اعمال التقييم لضمان توافق قرارات التقييم مع المعايير المطلوبه. يبقى انا بروح اعمل تحقق عشان خاطر اروح اشوف هل قرارات التقييم متوافقة مع المعايير المطلوبة ولا لا. ده بالنسبة للتحقق، يعني باختصار عملية ضمان الجودة للتأكد من تطبيق معايير تقييم الجدارات بشكل موحد ومتسق مع من ضمن اللي هي برامج التعليم الفني. طيب أهدافه إيه بقى؟ لو جينا بصينا، أول هدف من أهداف التحقق ضمان تطبيق معايير ومواصفات التقييم بالمستوى المطلوب. هل فعلا المعايير اللي هي ديت بالمواصفات المطلوبة ولا لا؟ ضمان تقييم جميع طلاب التعليم الفني إن هم تم تقييمهم بشكل عادل ودقيق ومنتظم بطريقة متسقة وصحيحة وموثوقة وشفافة. شايفين قد إيه بقى؟ يعني إن برضو أنا راح أتحقق عشان أشوف أو أعرف إن أعمال التقييم دي تمت بشكل عادل وتمت بشكل شفاف وتمت بشكل عادل. ثالث هدف من أهداف التحقق وضع أنظمة لضبط الجودة وتسجيل التقييم القائم على الجدارات. ده الكلام ده إيه؟ من خلال أخذ العينات وعمليات التحقق. مش بس كده، حاجة مهمة كمان اللي هو دعم مديري ومعلمي مؤسسات التعليم الفني
في أنشطة التدريب والتقييم من خلال إتاحة الفرصة لهم لتلقي تغذية راجعة. يعني الراجل المحقق الخارجي ده مش رايح يتصيد أخطاء، ده بالعكس، ده راجل رايح يقدم فيدباك تغذية راجعة، ده راجل رايح يدعم يعمل سبورت لمنظومة التقييم، ده بالنسبة لأهداف التحقق بشكل عام. يبقى إذن هنا ضمان الجودة مؤسسات أو برامج التعليم الفني بضمن حاجتين، التحقق الداخلي والتحقق الخارجي. ده أهم عنصرين من عناصر نظام الجودة التعليم الفني المتكامل. يبقى هنا عندي بقى نوعين وهنتكلم عنهم، اللي هو التحقق الداخلي والتحقق الخارجي. التحقق الداخلي ده اللي بيقوم بيه اللي هو الراجل المحقق الداخلي، ده لضمان الجودة والتي تنظمها مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني للتحقق من جودة واتساق عملية التقييم. أما بالنسبة للتحقق الخارجي ده مسؤولية إيه بقى؟ دي الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، اللي هي إن شاء الله هتكون مسؤولية اللي هي هيئة إتقان الجديدة. احنا في الوزارة أو مجلس الوزراء في بصدد، وده وفق توصيات السيد الرئيس في المؤتمر السادس الوطني للشباب جامعة القاهرة، اتكلم عن إعداد أو عمل هيئة قومية لضمان جودة برامج التعليم الفني. بالتالي الوزارة التعليم الفني بقيادتنا تسعى لهذا، وفعلا المشروع القانون في دخل مجلس الشورى وإن شاء الله حاليا في مجلس الشعب وإذن الله يتم الموافقة عليه. ده هتكون هيئة قومية لضمان جودة برامج التعليم الفني اللي هيكون من دورها هو أعمال التحقق الخارجي. هي اللي هتختار بقى المحققين الخارجيين، هي اللي هتوزعهم، هي اللي هتدربهم، هي اللي هتحط معايير الاعتماد جودة البرامج. ده الدور فيه، بس الدور ده اللي بيقوم بيه حاليا هو جو وزارة التربية والتعليم. أنا في المنظومة دلوقتي قايم بيه كمنسق عام للتقييم والتحقق في الوزارة بقطاع التعليم الفني لأعمال تحقق، بننزل زيارات اللي هو الزملاء الأفاضل. ده بالنسبة للتحقق الخارجي والداخلي. طيب لو نتكلم بقى عن التحقق الداخلي، ده نظام لفحص الجودة من خلال المحققين الداخليين. هم بيروحوا يبصوا يشوفوا عشان هل أو عن طريق هدفين معينين، بهدف التأكد من أن تم تخطيط وتنفيذ التقييم بشكل صحيح ووفق معايير الأداء. وطبعا هيكون هنا في دور كبير مع المحقق الداخلي مع المقيم، بس في حاجة مهمة أن هو ما بيتدخلش في قرارات التقييم أو في أعمال التقييم مع المقيم. وحاجة مهمة تانية، ان ما ينفعش المقيم يكون نفسه هو المحقق الداخلي. ما ينفعش انا كمقيم اتحقق من نفسي، انما المحقق الداخلي ده بيكون مختلف تماما عن المقيم، دوره مختلف تماما عن دور المقيم. يبقى اذا التحقق الداخلي ده نظام لفحص الجودة من خلال مين؟ المحققين الداخليين في المدارس الفنية، بهدف التأكد من تم تخطيط وتنفيذ التقييمات بشكل صحيح وأن قرارات التقييم دقيقة وعادلة وتتفق مع معايير الأداء. أهدافه إيه بقى؟ زي ما احنا قلنا أن جميع أعمال التقييم تكون صادقة، تكون ثابتة، تكون قابلة للتطبيق. صادقة أن هي تكون أن التقييم ده وضع يكون التقييم فعلا وضع من أجل التقييم نفسه. ثابت لو أنا جيت طبقته بنفس على مجموعة من الطلاب يديني نفس الدرجات، إن هو ثابت بس مع خلاف الفترة الزمنية معينة. قابل للتطبيق إن هو مثلا الخامات متوفرة، ما ينفعش أنا أجي أعمل عملية تقييم وما فيش خامات، يبقى إذن هنا إزاي التقييم ده فيه مشكلة عندي. يبقى إذن عملية التحقق بقى بتهدف إن هو يتأكد فعلا إن التطبيق ده ان التقييم ده فعلا قابل للتطبيق وهو تم بالشكل الكويس ووفق القرارات بتاعته عادلة ومتسقة وشفافة للطلبة، وتم التقييم او القرار وفق معايير الاداء اللي هي بتاعته، وان قرارات المقيمين متسقة ودقيقة وتتفق مع معايير الاداء المحددة.
مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني طبعا مسؤولة مسؤولية كاملة، اللي هي إدارة المدرسة بقى ولجنة التقييم والتحقق هي المسؤولة مسؤولية كاملة على أعمال التحقق الداخلي وأعمال التقييم الخاصة بيها. مسؤول بقى التحقق الداخلي ده إيه هي أدواره؟ مهم جدا الشريحة دي. أول حاجة التأكد من صدق وثبات مفردات التقييم، وعشان أنا كمحقق داخلي وبلازم عندي المهارة ومتدرب تدريب كافي على إعداد وتصميم مفردات بطاقة ملاحظة، لازم يكون عندي المهارة إن أنا أقدر أصمم بطاقة فحص، اختبار تحريري، الكلام ده كله عشان أقدر أعرف إيه مفردات اللي هي التقييم صادقة وثابتة. تاني حاجة لازم يكون المحقق الداخلي من نفس التخصص، ما ينفعش أنا أجيب مقيم من تخصص مثلا برنامج فني حاصلات بستانية يروح يتحقق من برنامج فني تصنيع غذائي، لأن بالنسبة للمحقق لازم يكون راجل تكنيكال فاهم، لأن لازم هيعرف هيتأكد إزاي من صدق وثبات المفردات اللي بتاعت اللي هي التقييم، يبقى لازم إذا يكون هو راجل فني. يبقى أول حاجة التأكد من صدق وثبات مفردات التقييم. تاني حاجة بأخذ العينة، ودي ليها استراتيجية معينة لأخذ العينة، هي بتتمش بشكل كده وخلاص عشوائي، لأ، إنما في استراتيجية معينة وهنتكلم عن استراتيجيات أخذ عينات التحقق الداخلي وبنسب كام وإمتى وبتختار مين. يبقى بياخذ عينات من الأدلة اللي هي التقييمات أو ملفات الإنجاز للطلبة، ويتم عمل أجراء أعمال التحقق الداخلي ليها. تالت حاجة بيتم التأكد من قرارات التقييم، هل القرارات التقييم دي متسقة مع معايير الأداء ولا لا. ده أنا بتكلم عن أدوار المحقق الداخلي بشكل عام. طبعا الكلام ده بيتم خلال مراحل، لأن في مرحلة قبل تنفيذ الوحدة، في أثناء تنفيذ الوحدة، بعد تنفيذ الوحدة، كل مرحلة من مراحل أثناء التدريس وأثناء التقييم ليه مجموعة من الأدوار وهناخدها بشكل مفصل. إنما الفكرة بشكل عام إن هو بيتأكد من قرارات المقيم تمت بشكل صحيح. يتأكد من دقة واكتمال سجلات عمليات التقييم والتحقق. يعني هنا بيروح يشوف هل المقيم فعلا السجل اللي احنا شفناه في الحلقة اللي فاتت هل فعلا كامل، هل هو موقع من قبل المقيم. تاني حاجة أو تالت حاجة بيدعم المقيمين بتقديم التغذية الرجعة والإرشاد والتوجيه. والله أنا كمحقق داخلي رايح شفت المقيم محتاج تدريب، محتاج معلومة أنا بديها له، بوجهه برشده، لو كده ممكن أنا أعمل تدريب، بجيب على المستوى المدرسة مجموعة مقيمين وأعمل لهم تدريب على أعمال التقييم ودور ومسؤوليات المقيم والأدوات بيستخدمها إزاي، بيصممها إزاي. أنا ده دوري كمحقق داخلي إن أنا داعم، بعمل سبورت للمقيمين. ده عشان أنا راجل مش غير خالص النظام القديم اللي هو التفتيش بقى والكلام ده، إن راح فتش وصيت خطط، لا، أنا هنا بدعم. بدعم مين؟ بدعم المقيم، وبدعم بحيث أساعده في تحديد الاحتياجات التدريبية فيها. ده بالنسبة بشكل عام. طيب في حاجة كمان، مسؤول أو المحقق الداخلي ده أي حد كده وخلاص؟ لا، ما ينفعش طبعا. ده بيتم مفروضا بيتم اختيارهم بعناية، بيتم أول حاجة مدرب على إجراءات التقييم والتحقق الداخلي. يعني احنا قبل ما بننزل المحقق الداخلي لازم بيتم عملية تدريب على أعمال التقييم والأعمال التحقق الداخلي والتحقق الخارجي عشان يعرف دوره وعلاقته مع المحقق الخارجي. حاجة كمان إن هو لازم يمتلك الخبرة في المجالات المهنية التي يتم دراستها في الوحدات. لازم الراجل ده فاهم البرنامج بتاعه فهم عالي، عارف البرنامج. لو مثلا بنتكلم عن برنامج وليكن مثلا في التعليم، هناخد مثلا التعليم الصناعي فني أجهزة إلكترونية، لازم يكون فاهم البرنامج كله من بداية العنوان لغاية المرفقات، فاهمها عشان لو في أي استفسار فني في أي حاجة في البرنامج يقدر يرد عليها ويقدر
يفسرها ويقدر يوضحها للمقيمين. يبقى لازم يمتلك الخبره في المجالات المهنيه التي يتم دراستها في الوحدات التي يتم التحقق منها. ثالث حاجه، لازم او يجب على مسؤول التحقق الداخلي ان يكون على درايه بالمعايير المهنيه وعمليات التوثيق. ده الشروط الواجب توافرها في المحقق الداخلي. هنا في معلومة مهمة جدا، لا يجوز لمسؤول التحقق الداخلي أن يقوم بعملية التحقق الداخلي لقرارات التقييم الخاصة به. ودي طبعا زي ما هي واضح في الصورة هنا، في البنات شغالين، وعندي هنا في مقيم واقف، وفي محقق داخلي. هنا مش من حقه إن هو يقيم الطلبة، إنما هو ليه أدوار معينة، وإحنا اتكلمنا عن هو يتأكد من قرارات التقييم. إنما هنا شايف في دعم أو شاف حاجة بيلاحظها على الطلبة وهم شغالة وهم شغالين، هنا بيقدر إيه يدعمه. إنما مش من حقه نخش في أعمال التقييم بتاعت الإيه الطالب. لا يجوز لمسؤول التحقق الداخلي أن يقوم بعملية لقرارات التقييم الخاصة به. يعني هنا حاجة كمان، إن ما ينفعش أنا أكون مقيم وفي نفس الوقت محقق داخلي نفسي. لازم انا ممكن لو في اتحقق من شغل زميلي، وزميلي يتحقق من ايه؟ من شغلي. المحقق الداخلي يعمل على ايه؟ واحد، اول حاجة تأكيد صدق وموثقية ادوات التقييم، التأكيد او التأكد من ان المقيمين يطبقون معايير التقييم زي ما احنا قلنا بشكل موحد، اخذ عينات من عمليات التقييم، ودي هتكون ليها نسب وليها استراتيجية خاصة بيها. طبعا لازم يتحقق من مصداقية تقييم العينة، تحديد الاحتياجات التدريبية للمقيمين. لو هو شايف ان في مقيم محتاج تدريب بيعمله، دعم طبعا سبورت لخلال فيدباك للمقيمين، التأكد من ان سجلات التقييم والتحقق دقيقة كاملة، التأكد من قرارات التقييم اللي هم اتخذها المقيمين وفق معايير الأداء. طبعا حاجة كمان يا جماعة، دراسة التماسات التقييم المقدمة من المتعلمين. في النهاية خالص بيعد التقرير ويقدم توصيات، لأن في النهاية في استمارة خاصة باستمارة التحقق الداخلي، وفيها تقرير من أول الاجتماع مع المقيمين لجنة التقييم والتحقق، ده في بداية العام الدراسي. ليه إجراءات بقى تدريس ده كله بيعمل لها ريبورت معين، وبيتم حفظه في لجنة التقييم والتحقق بالمدرسة، لأن في الآخر ما أثناء زيارة التحقق الخارجي أحيانا أو دائما يعني بيطلب المحقق الخارجي يبص على التقرير ده، عاوز يبص على الالتماسات، عاوز يشوف طلبة نقلت من هنا لهنا، عاوز يشوف كام طالب. يعني ده كله تقرير بيكون شامل، هل في عجز في الخامات، هل في تمرين اتعمل من غير وجود خامات. ده كله لازم على المحقق الداخلي نسجله في تقرير التقرير بتاعه، لانه هو المسؤول مسؤولية كاملة على اعمال التقييم تضامنا مع المقيم. هنا اساتذتنا الافاضل دور مهم، يعني الناس الزملاء اللي بيشاهدونا لو كان مدير مدرسة لازم تعرف دورك كمدير مدرسة في منظومة التقييم والتحقق، وعلاقتك ايه مع المحقق الداخلي، وعلاقتك ايه مع المحقق الخارجي. كذلك المعلمين لازم برضو يعرفوا الأدوار دي، والسادة الموجهين. أول حاجة، دور مدير المدرسة في أعمال التحقق الداخلي وفقا للائحة التقييم والتحقق اللي هي المادة رقم 8. المادة رقم 8 تتكلم على دور مدير المدرسة أو إدارة المدرسة. إيه هو الدور ده؟ تعالوا معنا نشوف مسؤول إيه. بالنسبة لمدير المدرسة، مسؤولة كاملة عن تنسيق ومتابعة أنشطة التحقق في المدرسة. يعني ده بيكون لو المحقق الداخلي محتاج حاجة، اللي بيعاونه فيها وبيساعده بيها اللي هو مدير المدرسة، لأنه هو المسؤول عن التنسيق ومتابعة الأنشطة التحقق الداخلي. كمان اللائحة التقييم والتحقق اللي تم إصدارها من وزارة التربية والتعليم، هل فعلا موجودة بالمدرسة؟ هل المعلمين عندهم علم بيها؟ يبقى لازم يكون لدى مدير المدرسة نسخة من اللائحة دي، وتكون المدرسة عاملاها بصيغة معينة، معلقاها بقى، عاملاها في بانر معين، نشرتها على المستوى المدرسة، تم علم جميع المعلمين بيها، لأن دي ضرورية جدا.
ما ينفعش انا اكون في مدرسه بتطبق جدارات وما اعرفش حاجه عن لائحه التقييم والتحقق الموجوده في المدرسه، يبقى لازم يكون عندي نشر واسع على مستوى العاملين بالمدرسه بلائحه التقييم والتحقق. ثالثا، ان يكون قد تم توثيق اجراءات التحقق الداخلي بوضوح. زي ايه؟ اختيار وتعيين المحققين الداخليين. طبعا ده بيتم من خلال حاليا قطاع التعليم الفني من خلال مقابلات واختبارات، وبيتم عمل تدريب ليهم، وفي الاخر بتكلفهم باعمال التحقق الداخلي. لان هنا برضو في زملاء قالوا انا يعني انا موجه يبقى انا محقق داخلي، لان هنا في دور مختلف تماما بين الموجه وبين المحقق الداخلي. انا كموجه ليا دور موجود في الوصف الوظيفي بتاعي في قانون التعليم، ادواري ايه ومسؤولياتي ايه. انا خاص باعمال التدريس ومتابعه خطط تدريس المعلم، بخش في المنظومه وبشتغل عادي. الموجه ليه دور كبير برضه في منظومه الجدارات، اللي هو شغله الاساسي اللي هو يروح يشوف خطط تدريس المعلم، يشوف متابعه المناهج بتاعته وتنفيذها. انما الادوار بقى الخاصه بالتحقق الداخلي والتقييم وقرارات التقييم الموجه ما يقومش بيها. بس احنا دلوقتي الموجه بيقوم بالدورين ده، بيقوم بدوره كموجه وفي نفس الوقت بيقوم بدوره باعمال التحقق الداخلي. يعني احنا بنعمل الاعلان وبنرشح الناس، بيتم اختيارهم من الساده الموجهين او الايه المعلمين، او ممكن يكون من معلم من مدرسه تانية حسب العجز والزياده، ولو عندي زياده في المدرسه كمان. بس بحيث ان ما ينفعش اكون انا كمعلم وفي نفس الوقت اتحقق من كمقيم واتحقق من شغلي. طبعا أن يكون قد تم توثيق إجراءات التحقق الداخلي، اللي هي برضو أدوار ومسؤوليات المحققين الداخليين، كيفية استخدام المحقق الداخلي لضمان صحة وموثوقية عمليات وقرارات التقييم الداخلية، كمان طرق أخذ العينات، إنشاء سجلات كل مرحلة من مراحل عملية التحقق الداخلي، رابعا أن تضمن إدارة المدرسة إجراءات مراجعات منتظمة حول فعالية نظام التحقق الداخلي. لأن النظام ده لازم يكون فعال داخل المدرسة، اللي هو نظام التحقق الداخلي. اللي هيضمن النظام ده شغال هو المحقق الداخلي مع مدير إدارة المدرسة، لأن قلنا في الأول مدير المدرسة هو المسؤول عن تنفيذ أنشطة التحقق الداخلي مع وبيعاون وبيساعد المحقق الداخلي داخل أعمال التقييم والتحقق داخل الإيه؟ داخل المدرسة. ده بالنسبة للمادة 8. كمان في دور مهم جدا لمدير المدرسة في عمليات التحقق الداخلي، ان هو بيشكل لجنة التقييم والتحقق داخل المدرسة. طيب كمان زي ما احنا قلنا هو اللي بيكون بيعين احد وكلاء المدرسة رئيس للوحدة او للجنة، اتنين من الموظفين، وقلنا اتنين واحد لكل 500 طالب بالمدرسة على حسب أعداد المدرسة، العضو من أعضاء هيئة التدريس. يعني برنامج فني، لو أنا عندي 5 برامج في المدرسة، لو مدرسة فنية عندي مثلا برنامج فني تركيبات كهربية، فني أجهزة إلكترونية، فني تبريد وتكييف، فني ملابس جاهزة، فني زخرفة وديكور، يبقى عندي من كل ممثل من كل برنامج واحد داخل اللجنة، بالإضافة لعضو إداري، عضوين اتنين، واحد لكل 500 طالب بالمدرسة بالإضافة إلى الرئيس. كمان بيتم تدريب الزملاء أفاضل أعضاء لجنة التقييم والتحقق عندنا كقطاع تعليم الفني، بيتم تدريبهم برضو على أعمال التقييم والتحقق، لهم تدريب وتم بالفعل تدريبهم ودربناهم عندنا في المدينة التعليمية على أعمال التقييم والتحقق، وتم تدريب برضو مديري المدارس 105 مدرسة على أعمال التقييم والتحقق باستمرار. كل عناصر وكل حد مشترك في المنظومة بيتم تدريبه بالفعل إن شاء الله، وهنبدأ تدريبات في المدارس الجديدة بإذن الله. ده بالنسبة لدور مدير المدرسة. كمان في حاجة مهمة، لو بصينا كده على السلايد اللي قدامنا وشفنا الأدوار اللي بيقوم بيها كمان اللي هو مدير المدرسة زي إيه بقى؟ أول حاجة يكون مدير المدرسة مسؤولا عن إدارة وتنسيق إجراءات التقييم، دي احنا عرفناها ومش هنكررها تاني، دي احنا قلناه ان هو مسؤول عن إدارة وتنسيق إجراءات التقييم والتحقق. حاجة كمان ان هو بيشكل لجنة إدارة التقييم
والتحقق بالمدرسة، ودي احنا عرفناها. تالت حاجة التأكيد على دراية جميع العاملين بمتطلبات التحقق. لازم يتأكد من ان المدرسين المعلمين عندهم عارفين يعني ايه تحقق. انا ما ينفعش يا جماعة اكون في مدرسة وما اعرفش يعني ايه تحقق، دي مشكلة. فلازم هو يتأكد من الكلام ده بالتعاون مع المحقق الداخلي. حاجة كمان برضو من دوره الإشراف على تنفيذ الجدول الزمني لأعمال التحقق. احنا قلنا المحقق الداخلي مع المدير المدرسة مع لجنة التقييم والتحقق بتقعد مع بعضهم في بداية العام الدراسي، بيحطوا جدول زمني بيتم فيه الإجراءات أعمال التقييم لجميع الطلاب ولجميع البرامج، يكونوا قاعدين مع بعضهم كده، ده جدول زمني هو بيتابع تنفيذ الجدول ده. بيتأكد بقى بيشوف الأوراق والسجلات والحاجات دي كلها بتاعته تكون كلها مظبوطة. حاجة كمان الإشراف على توفير اللي هي المتطلبات وأدوات التقييم والتحقق. هل الخامات موجودة متوفرة؟ هل الأدوات؟ الناس بقى تيجي تقول لنا بقى ده محتاجة ورق كتير ومحتاجة طباعة كتير. احنا مش عاوزين نخش في الكلام الورق والطباعة والكلام ده، احنا عاوزين نخش بقى في الحاجات المهمة بقى في البراكتس والسكيلز بتاعة الطالب نفسه وندخل فيها. هل فعلا الخامات موجودة مش متوفرة؟ بيكتب طبعا ان هو محتاج كذا ليها. متابعة أعمال التحقق التقييم والتحقق، بيشوف برضو الدنيا دي ماشية ازاي. التنسيق بين المقيمين والمحققين، لو في حاجة في مشاكل بيحاول على قد ما بيقدر بيحل الحاجات دي. هل في عجز في الخامات؟ هل في عجز في المقيمين؟ المحقق مجاش؟ يعني الكلام ده ده كله أدوار مدير المدرسة. كمان كده ايه، متابعة تنفيذ توصيات تقارير التحقق. يعني قال لنا المحقق الداخلي شاف ان الموارد المطلوبه لاعمال التقييم مش موجوده، بيكتب لمدير المدرسه. مدير المدرسه المفروض ان هو بيقدر يوفر له الكلام ده، بيشوفها من ميزانيه المدرسه، بيشوف من المديريه، من الاداره التعليميه، بيقدر يوفر الخامات والموارد المطلوبه علشان تتم اعمال التقييم بنجاح. ده بالنسبه لدور مدير المدرسه. في حاجه مهمه جدا بقى عن ادوار المحقق الداخلي. طبعا اول حاجه ما قبل تنفيذ الوحده، احنا عندنا ثلاث مراحل، ما قبل تنفيذ الوحده، وفي مرحله اثناء تنفيذ الوحده، وبعد تنفيذ الوحده. يبقى ثلاث مراحل مهمين دول للمحقق الداخلي هيعمل فيهم ايه. اول مرحله ما قبل تنفيذ الوحده دي بقى بيعمل فيها ايه المحقق الداخلي ده؟ اتاكد اول حاجه من كل المشاركين في أعمال التقييم بالمدرسة بمنظومة الجدارات عندهم معرفة بليحة التقييم والتحقق اللي هي المعتمدة من السيد وزير التربية والتعليم، ودور كل منهم، مدير المدرسة دوره ايه، ولجنة إدارة التقييم والتحقق بالمدرسة ايه، والمقيمين دورهم ايه، والمحققين الموجهين التخصص دورهم ايه. يبقى هنا دور المحقق لازم يروح يتأكد ان الكلام ده متوفر. يبقى ده اول دور من ادوار المحقق الداخلي قبل تنفيذ الوحده، لازم يتاكد الناس دي عندها درايه بلائحه التقييم والتحقق. بيقعد معاهم كده، يا جماعه انتوا عارفين في لائحه عندنا اسمها لائحه التقييم والتحقق، عندكم علم بيها؟ انتوا عارفين دورك ايه كمدير مدرسه؟ عارف دورك كذا؟ دي احنا يعني مثلا احنا كبدايه دلوقتي احنا بنبدا ندرب الناس الزملاء مثلا في المدرسه الجديده، وبدايه من الحلقات دي يعتبر الحلقات دي حلقات تدريبيه لحضراتكم على الهواء. ده طبعا شكرا للتلفزيون المصري ان هو بيعمل لنا حاجه بيساعدنا وبيدعمنا ان احنا نقدم حلقات زي دي، صراحه بنشكرهم يعني على المجهود ده. فده دور مهم حضرتك انت بتشوف لائحه التقييم، واحنا بتكلمنا عنها بالتفصيل من اول ماده 1 لغايه الماده 13 اللي 12 في الموجوده في اللائحه. فده كل الكلام ده بيتأكد في دور المحقق ايه، دور المدير المدرسة ايه، دور المقيمين ايه. كمان قبل تنفيذ الوحدة لازم يراجع التقارير التحقق السابقة والتوصيات الواردة بها. يعني لو هنا مثلا لو احنا بنتكلم على سنة تانية مثلا، يعني عندنا في صف اول في صف تاني، لو في تقارير قبل كده لازم يطلع ايه عليها. مراجعة الوحدة، بيبص على الوحدة اول حاجة، احنا قلنا لازم يكون فني من نفس التخصص، بيشوف بقى الوحده دي هل الموارد موجوده، هل الخامات موجوده، هل الادوات التقييم متوفره، كل الكلام ده بيتاكد، بيقعد بيتاكد منها.
طبعا بيتأكد من مدى مناسبة الورش والمعامل للمخرجات التعلم، الولد اللي هيدر الورشة اللي هيتدرب فيها الطالب، هل هي فعلا مناسبة للتقييم ولا لا؟ لازم يتأكد منها، بيقعد كده يبص عليها. مراجعة طبعا كافة إعداد المقيمين اللازمة لتدريس الوحدات، يعني أن المقيم ده محتاج خامات عشان يدرس بيها الوحدة، ومحتاج حاجات وموارد لإجراء عملية التقييم. طب مش موجودة، هيحط ايده على خده ويسكت؟ لا، لازم يحط حلول. يقدر يوفر الكلام ده ازاي؟ من خلال زي ما قلنا، مع بالتعاون مع مدير المدرسة. طيب حاجة كمان، ان هو لازم يتأكد من عمل حصر الخامات الواجب توفرها اثناء تدريس الوحدة. دي خطوات المرحلة الاولى. في هنا كمان او المخرجات المرحلة دي، يعني احنا دلوقتي اتكلمنا عن دوره ايه. طب المرحله ديت ايه هي المفروض يطلع منها بايه؟ ايه السجلات اللي المفروض يطلع بيها او يكون متوفره معاه؟ بقى اول حاجه لازم يكون عنده خطه تقييمات الوحده. الخطه دي بتكون شامله مخرجات الوحده وعدد معايير الاداء. الوحده دي فيها 5 مخرجات، فيها 15 معيار اداء لكل، او 5 معايير اداء لكل مخرج. الأدوات التقييم، عندي فيه دليل تساؤل، عندي فيه دليل أداء، عندي فيه دليل منتج. طيب بالنسبة كمان إيه بقى؟ أنواع، برضو قلنا أنواع التقييم، تنفيذ التقييمات، هل هي بمعامل، بورش، أماكن التدريب؟ لازم يكون عنده معاه خطة استخدام أماكن التدريب المختلفة وتوقيتاتها، خطة الخامات المطلوبة لتنفيذ المخرج والكميات بتاعتها لكل طالب هيستعمل قد إيه. دي المخرج المرحلة دي. احنا اتكلمنا عن قبل كده الخطوات المرحلة، وهنا بنتكلم عن مخرجات المرحلة. ده بيان خطة تقييمات الوحدة، يعني ده بيكون برضو مع المحقق الداخلي، احنا بيتم تدريبه وبيكون معاه السجل ده، بيكتب مثلا هنا رقم المخرج التعلم وليكن رقم مخرج 1، اسمه ايه، طبعا فوق خالص بيكون كاتب اسم البرنامج، اسم الوحدة، كودها، هنا رقم المخرج 1 مثلا، اسياد الدوائر الكهربيه، او مثلا الدائره الكهربيه لثلاجه منزليه، ده اسم المخرج، او شحن مثلا دائرة التبريد، او عمل مربى، او اعداد ملف اكسل، ده اسم المخرج كذا. انا عندي هنا رقم المعيار 1 و2 و3 و4، النوع الاداه التقويم. المعيار ده هيستخدم فيه دليل تساؤل، بيروح عامل علامه صح، في بطاقه ملاحظه، علامه صح، فحص منتج. يبقى انا عندي هنا السجل ده ل4 مخارج، انا ممكن ازوده اخليهم على حسب عدد المعايير الاداء اللي عندي. يبقى لكل مخرج بعلم قدام دليل التساؤل. طيب مكان التقييم ده فين؟ والله مكانه في الورش، مكانه في المعمل، مكانه في الفصل. تاريخه امتى؟ بنكتب مثلا وليكن 5/9/2021. رقم المخرج الثاني، رقم المخرج الايه؟ الثالث. دي بقى الملامح الرئيسية للتحقق الداخلي أثناء تنفيذ الوحدة، ودي مهمة جدا. أثناء تنفيذ الوحدة بقى بنتكلم عن قبل التقييم. يبقى قبل التقييم بيعمل إيه؟ بيتم التأكد من جميع ترتيبات وموارد التقييم المقترحة تكون مرضية إلى حد ما، يعني موجود. يعني مثلا لو أنا هعمل مثلا شوربة خضار، يبقى الادوات اللي هستخدمها والخضروات اللي انا هستخدمها متاحه لي، يبقى لازم اتاكد ان الحاجات دي موجوده. ما ينفعش انا اقيم كده والخامات مش موجوده. اثناء التقييم، يبقى قبل التقييم بيتاكد، اثناء التقييم، اثناء التقييم بقى بعد بياخد عينه، ودي ليها نسبه معينه بحد ادنى 20% من الطلبه، ودي هنتكلم عنها. بيبدا ياخد عينه من عمليات التقييم وقرارات التقييم، ويبدا ايه، يفحصها ويشوف او يتاكد من ان قرار التقييم لهذا المقيم فعلا متسقه مع معايير الاداء وعادله، وتمت بطريقه ايه، عادله وشفافه. دي اثناء، انما ما بيدخلش في تقييم الايه، الطلبه. بعد التقييم بيعمل ايه؟ بيعمل مراجعه بقى وتقويم للاستعداد باعمال التحقق الخارجي، ويبدا يكتب التقرير بتاعه واستماره اللي هي استماره التحقق الداخلي، ويكتب الريبورت بتاعه، يكون مستعد للزياره. ده بالنسبه للملامح الرئيسيه للتحقق الداخلي اثناء الوحده.
طبعا اثناء تنفيذ الوحده بيكون في قبل التقييم، اثناء التقييم، بعد التقييم. هنا دور مهم بقى اثناء تنفيذ الوحده، عشان بس ما نلخبطش نفسينا. احنا قلنا قبل تنفيذ الوحده بيعمل ايه، واثناء تنفيذ الوحده قلنا قبل التقييم واثناء التقييم وبعد التقييم. دي مرحله ما قبل تنفيذ التقييم. دي بقى بالتفصيل بقى بتوضح لي دور المحقق الداخلي ما قبل التقييم. اول حاجه انا عندي فيه ثلاث حاجات رئيسه فوق اللي هم باللون البني دول. اول حاجه بيراجع ادوات التقييم طبقا لمعايير الاداء. طبعا الراجل ده فني تكنيكال في الوحده بتاعته، عارفها حافظها فاهمها، بيراجع بقى يشوف الادوات التقييم اللي هي الاختبارات بقى التحريري، لو كان المخرج ده هيستخدم معاه اختبار دليل اختبار تحليلي او دليل تساؤل، يشوف الاختبار التحريريه اللي بتدعمه، بيشوف بقى بطاقه لو هيستخدم بطاقه ملاحظه بيشوفها، بيشوف بطاقه فحص المنتج. لازم يتاكد من الادوات التقييم ديت ايه مطابقه لمعايير الاداء. ما ينفعش كل معايير الاداء بيتكلم في حاجه وادوات التقييم بيتكلم في حاجه، او ما ينفعش اكون عامل حاجه مثلا بيتكلم عنها على مهارة معينة، تنفيذ الولد بيتكلم عن مهارة معينة، ويكون مثلا الدليل يكون بيتكلم على دليل تساؤل او اختبار شفوي. ما ينفعش الكلام ده خالص. فلازم اتاكد فعلا ان الادلة مطابقة، ادوات التقييم مطابقة مع معايير الاداء. تاني حاجة بيجتمع مع المقيمين عشان بقى يراجع بقى الترتيبات المقترحة لتقييم الموارد. كمان العمليه ديت فيها بقى بيتم ايه بقى، استلام بقى ادوات التقييم للمخرج قبل التقييم باسبوع، مراجعه الترتيبات المقترحه للتقييم. يبقى هنا في المرحله ما يجتمع مع المقيمين، هنا بيستلم ادوات التقييم بقى قبل التقييم باسبوع. تاني حاجه بيراجع الترتيبات المقترحه للتقييم والموارد. طيب المرحله الثالثه او العمليه الثالثه بيتحقق بقى من وجود ارشادات معلنه للطلبه. هل الطلبه عندهم علم ب او ارشادات معلنه للطلبه عمليه التقييم؟ هل الطالب عنده علم بعمليه التقييم ولا لا الكلام ده؟ طيب هنفترض مثلا هنا لو ادوات التقييم غير مناسبه وغير متسقه، المحقق الداخلي شاف ان ادوات التقييم دي غير متسقه، يعمل ايه؟ يعاد الى المقيم مرة أخرى لعمل التعديلات المطلوبة، بيروح أقول له عدل أدوات التقييم دي. طب إذا كانت التقييمات أدواتها متسقة بيتم اعتمادها من الاثنين وبيتم تسليمها للجنة التقييم والتحقق بالمدرسة. ده دوره ما قبل التقييم. طيب أثناء تنفيذ الوحدة بقى برضو، أثناء تنفيذ التقييم هنتكلم عن أثناء، احنا قلنا ثلاث مراحل أثناء تنفيذ الوحدة، في مرحلة أثناء تنفيذ التقييم قبل التقييم وأثناء تنفيذ وبعد التقييم، بس احنا نتكلم عنهم هنا بشكل ايه، بشكل مفصل شوية. أثناء تنفيذ التقييم دور المحقق الداخلي أثناء تنفيذ التقييم، هنا التأكد من استخدام أدوات بقى اللي هي تم اعتمادها. احنا قلنا الأدوات السليمة اعتمادها مع المقيم الداخلي، خلاص بقى يروح بقى يتأكد من فعلا ان المقيم تم استخدام الادوات دي اللي هو اعتمدها. مش بس كده، لازم يتاكد من انتاج الادله المناسبه والمحدده لكل مخرج او معيار وفقا لاداه التقييم. لازم يشوف يتاكد من انتاج الادله المناسبه، يتاكد من ان الادله من انتاج الطالب نفسه. دي برضو مرحله. كمان يا جماعه بيتم التاكد من التقييمات ان هي تم تنفيذها بشكل صحيح. ده دور اثناء التقييم. هنا يعني احنا الى الان احنا ماشيين اهو مش شايفين حاجه ان هو بيقيم الطلبه او راح ماسك طالب كده راح ساله سؤالين او اي حاجه، يعني ما تعالى يا ابني مش عارف اسالك كذا. هنا ما ينفعش راح اجيب الطالب وراح اقول له تعالى اساله، انا ليا دور محدد، ادواري محدده. اثناء التقييم ما بتدخلش خالص في اعمال التقييم اللي خاصه بيه، انما بروح اتاكد من قرارات التقييم. بعد ما المقيم ده قيم الولد قال له اجتاز، هل فعلا الولد ده يستاهل ان هو يكون اجتاز المخرج؟ هو ده بالظبط انه الطريقه او الحاجه المهمه اللي المفروض يروح يتاكد منها، او الدور المهم اللي بيقوم يتاكد بيه. يتاكد ان يكون متسقه، يتاكد من جميع المقيمين. ما هي ممكن يكون انا عندي فصل
اعداد طلاب فصلين في يكون عندي 2 مقيمين او 3 مقيمين، هيروح يتاكد لو اللي هم المقيمين فعلا بيطبقوا بطريقه عادله وشفافه كله زي بعضه. ده بالنسبه للدور. التاكد من وقت تنفيذ التقييم حسب الخطه الموضوعه. احنا طبعا احنا في بدايه قبل تنفيذ الوحده كنا عاملين خطه، اوعى نكون احنا نسيناها. الخطه دي بيكون فيها اماكن وتوقيتات التقييم، بيروح يتاكد منها فعلا ان هي تمت بالشكل. طبعا مراقبه انشطه التقييم اللي هي بتمثل موضوع التحقق. ده باختصار ادوار المحقق الداخلي اثناء التقييم. يبقى احنا كده اتكلمنا على ادوار المحقق الداخلي قبل تنفيذ التقييم بالتفصيل، قلنا بيعمل ايه، واتكلمنا عن ادوار المحقق الداخلي اثناء التقييم بيعمل ايه. تعالوا معانا نشوف ادوار المحقق الداخلي بعد التقييم. هنا دور المحقق الداخلي بعد اتخاذ بقى قرار، تم بقى تقييم الطلبه المعلمين، هيعمل ايه؟ اول حاجه بياخد عينه من ادله الطلبه وفقا او طبقا لشروط اخذ العينه، وانا قلت المحقق الداخلي هتكون 20% بحد ادنى، وطبعا هتكون مختلفه لان انا ممكن يكون انا عندي مثلا وليكن عدد الطلاب 20 طالب في الفصل، يعني اما اخد مثلا ممكن اخد نصهم 10 طلاب على حسب بقى، لو انا عندي شك ممكن اخد 5 طلاب، ودي هنتكلم عنها. تاني حاجه بيبدا او تاني خطوه بيبدا يفحص العينه عشان يتاكد من ان الادله صحيحه وان الادله تخص الطالب. في المرحله دي في حاله ان العينه مطابقه بيتم ايه؟ اعتماد التقييم ممتاز وارساله لجنه التقييم وتحقق كده، شكرا التقييم بتاعكم مظبوط، ونروح نبدا نبعته للجنه التقييم والتحقق علشان يكون متاح لزياره التحقق الخارجي. في حاله العينه غير مطابقه بيتم تحديدا ما اذا كانت حالات جماعيه، بالتالي اخذ عينه ايه اضافيه، يعني مثلا دي لو في بقى حاجات بقى كده شك فيها بيبدا ياخد ايه يزود كده. زي ايه مثلا؟ دليل غير كافي، هنا بيتم القرار يتم استكمال الأدلة. لو لقى دليل غير أصيل، مش فيه أثبات أصل يشكك فيه، يبقى القرار لازم يقول هنا يتم إعادة التقييم. التقييم دي لازم إيه؟ يتم إعادته. راح لقى الأدلة غير مطابقة للمخرجات وأدوات التقييم، يقولوا يا جماعة آسف القرار إعادة تقييم الطالب. المحقق الداخلي ده من خلال العينة اللي هو بيشوفها، لقى الأدلة اللي تم تقييمها تم تقييمها بشكل غير صحيح، شكرا احنا اسفين، عيد يا مقيم التقييم من تاني. في حالات فردية بقى اللي هي ايه؟ القرار يطبق عليها القواعد بشكل ايه؟ فردي. لو كان في حالات بشكل جماعي بيعيد التقييم عليه المجموعة ككل، لو لقى في حالات فردية بيتم اعادة التقييم بشكل فردي. كمان في خطوة بعدها التحقق من مصداقية تقييم العينة، التأكد من اكتمال جميع سجلات التقييم والأدلة، استكمال سجلات التحقق الداخلي، فحص الالتماسات وقرارات التظلم المقدمة من الطلبة لو في عندي تظلمات، بيعمل اجتماعات مع المقيمين بقى بعد التقييم عشان يقدم التغذية الراجعة، تقديم تقرير الأخيرة خالص اللي هو تقرير التحقق الداخلي للجنة المختصة لعمل التقييم والتحقق عشان إيه؟ لاستعداد زيارة التحقق الخارجي. احنا اتكلمنا عن قلنا في كلامنا عن التحقق الداخلي والعينه، قلت مره 20% وقلنا عاوزين نعرف بقى نسبه العينه دي قد ايه وبختارها على اي اساس. عينه اللي هي احنا دلوقتي هختار اثناء عمليه التقييم، عاوز اختار العينه دي هتكون قد ايه وحجمها قد ايه ونسبتها كام ومن فين بختارها وبكون بيتم اختارها بالشكل ازاي. ناقش استراتيجيات اخذ عينه الطالب. انا باخدها ليه العينه؟ اولا العينه ديت عشان اتاكد من الاتساق، باخد 1 و2، طبعا تكون اختيارها بيتم اختيارها بطريقه عشوائيه عشان لضمان الجوده وليس ضبط الجوده، عشان اضمن يكون جوده عندي لازم اختار العينه عشان اقدر اوفر التغذيه الراجعه. ما هو انا ما بشوف ملف و2 و3 و4 ده بيعمل لي فكره شامله عن عمليات التقييم تمت ازاي، بالتالي اقدر اقدم فيدباك لأعمال التقييم والمقيمين.
وطبعا ده يعتبر إجراء عملي بيتم بالفعل وإجراءه مؤثر وفعال. طيب أقل نسبة بقى لأخذ العينات، أنا عندي هنا لو أنا عندي من 1 لـ4 طلاب باخد العينة من كل إيه؟ طب باخد الأربعة. طب لو أنا عندي من 5 لـ20 أنا ممكن أخد 4 طلاب على الأقل. يعني أنا مثلا لو عندي بس 4 طلاب هاخدهم كلهم، لو عندي 20 طالب هاخد 4. طب لو أنا عندي بقى أكتر من 20 طالب باخد إيه؟ نسبة 20%. يعني 4 طلاب باخدهم كلهم، 20 طالب من باخد ايه نسبة اللي هي ايه اعتبر 4 طلاب 5 طلاب، لو اكتر بقى ببدأ اخد نسبة 20%، ديت ايه نسب الكاملة. يبقى ده بالنسبة لحجم العينة ممكن يكون 50% 20% ممكن اخد 100%، ده بناء على الكلام اللي فات. ده بحيث تكون العينة بتاعتي ايه كافية لضمان الاتساق. اختيار بقى العينة طبعا بيكون من جميع المقيمين، من جميع الوحدات التعليمية، من نتائج الطلاب الجديرين، يعني باخد هنا الطلبة اللي هم الجدير والطالب الغير جدير، بختار من ده وبختار من ده، من الطلبة لو في ذكور بختار من الطلبة الإناث، بختار من جميع الوحدات، ما بختارش لو أنا عندي 4 وحدات بختار. طب أنا لو بتكلم على المخرجات باخد من جميع الإيه المخرجات. طبعا الطلاب اللي بيحتاجوا لترتيبات خاصة في عمل التقييم. دي شكل ايه مثال بسيط. لو انا عندي 4 مخرجات 1 2 3 4، عندي طالب احمد، عندي محمد، عندي بهاء، عندي يوسف، عندي اسر، ببدأ هنا الطالب مثلا وليكن يوسف، بختار المخرج الاولاني والمخرج الثاني، محمد باخد من المخرج الثالث والرابع، اسر باخد من الرابع والخامس، ده ببدأ اخد عينات من خلال ايه مخرجات التعلم. طبعا ده بشكل لازم انوع في المخرج بتاعي. عمليه بقى اخذ العينات، يبقى اول خطوه اختار عينتك، قم باخذ العينات، سجل بقى التغذيه الراجعه، كن بقى ايجابيا وداعم، ناقش بقى التغذيه الراجعه مع المقيمين، كمل بقى سجلاتك لازم تكون مكتمله، ما ينفعش الاقي مثلا استمارة تحقق دخيل انت مش ماضي عليها، الكلام ده ما ينفعش، لازم تكون معتمده من مدير المدرسه، من لجنة التقييم والتحقق، تابع الخطوات المطلوبة للدعم. ده بالنسبة لعمليات أخذ العينة. كده احنا وصلنا للجزء النظري الخاص بأعمال المحقق الداخلي. في جزء تاني للجزء العملي بتاعه اللي هي لازم نتكلم عنها، نتكلم ان شاء الله في الحلقات الجاية، اللي هي الاستمارات الخاصة بأعمال التحقق الداخلي. دي مهمة جدا لكل مرحلة من المراحل دي ليها استمارة معينة بيسجل فيها البيانات بتاعته عشان تكون متاحة لأعمال التحقق الخارجي، وبيتم برضو حفظها داخل لجنة التقييم والتحقق داخل المدرسة. الكلام ده إن شاء الله في الحلقة الجاية مع التحقق الخارجي، هنبدأ بإذن الله من استمارات التحقق الداخلي، وبعدين نتكلم على المحقق بقى إيه الخارجي وأدواره وعلاقته إيه وزياراته وطريقة أعمال التحقق الخارجي بشكل عام. احنا كده يبقى إذا اتكلمنا على أدوار المقيمين، ودخلنا على مدير المدرسة، ودخلنا أدوار لجنة التقييم والتحقق، واتكلمنا على التحقق الداخلي. أنا في النهاية بشكر حضراتكم وسعيد أني موجود معاكم. أنا بشكركم على وقتكم اللي انتوا قعدتوا معنا فيه. خالص تحياتي القلبية من قلبي لكم جميعا. الدكتور السيد حامد خبير المناهج ومدير الجودة ومنسق عام منظومة التقييم والتحقق داخل قطاع التعليم الفني، بشكركم وبشكر كل القائمين على العمل الجميل ده. خالص تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.